عشان كده ربنا يقول ايه؟ حاجه غريبه جوا، انا جريتها 500 مره لكن جريتها بشكل غريب جوا من يومين ثلاثه كده. الله يامر الان جميع الناس ان يتوبوا متغاضيا عن ازمنه، مفروض يكتب الشر، مفروض يكتب الشر. كتب الجهل ليه؟ كتب الجهل ليه؟ كل الخطايا التي فعلناها قبل التوبة تحسب بجهل عندما نقدم توبة مهما كانت معرفتنا. كل الخطايا يعتبرها بجهل قد فعلنا متى قدمنا توبة مهما كانت معرفتنا. عشان كده المنطق يقول ايه؟ العاقل ركزوا معي دقيقة دي، العاقل لا يسقط. يبقى الساقط جاهل، ها؟ العاقل لا يسقط، يبقى الساقط جاهل، والجاهل لا يتوب. إذن التائب عاقل. وصلت.